السلام عليكم شباب، ان شاء الله النهارده هنتكلم على توبيك جديد اسمه ذا جيم ثيوري، ناش ايكوليبريم. طبعا ناش ايكوليبريم ده اللي احنا عايزين نوصل له يعني، وهنفهم طبعا ايه ناش ايكوليبريم قدام. طيب التوبيك النهارده يعني سهل قوي، انا مش عايز حد يتخض من الاسم او من كلمه ناش ايكوليبريم، واعتقد التوبيك يمكن اول مره حد يتعامل معاه، يعني ممكن ما كنتش تعرضت له قبل كده يعني، بس انت يمكن بتعمله كتير قوي في حياتك او ناس كتير قوي بتعمله قدامك وانت مش واخد بالك. التوبيك ده شكله ايه او بيعمل ايه، او عايزين نتكلم بقى في شكل اكزامبل كده. بصوا النهارده ان شاء الله يعني هتلاقوني وانا بشرح في النص كده هجيب لكم فيديوهات معموله، انا بحاول يعني ابسط لك الدنيا على قد ما اقدر، وبحاول كده اجيب لك الموضوع في شكل بسيط، فيديوز يعني معموله كده من حد على اليوتيوب يعني، حد عاملها يعني بوضح لك الدنيا بيها اكتر يعني، اكزامبلز يعني، مش طبعا فيديو يعني حد بيتكلم يعني. طيب اشهر اكزامبل في الجيم ثيوري هتلاقيه موجود في كل اي كتاب تفتحه، موجود في على اليوتيوب، هتلاقي اي حد بيتكلم في الجيم ثيوري لازم يكون عارف الاكزامبل ده اللي هو بريزنرز دايلاما. الفكره بتاعت التوبيك ده هحاول اشرحها لك في شكل الاكزامبل ده، او يعني القصه بتاعت الجيفن التيبل ده. تخيل معايا كده في جريمه قتل حصلت وقبضنا على 2، كريم وطارق. انا عندي هنا 2 بلايرز اهو، كريم وطارق، الاثنين دول أخدناهم قبضنا عليهم، أخدنا كريم حطيناه في أوضة، وأخدنا طارق حطيناه في أوضة، ورحنا داخلين لكريم وقعدنا نتكلم معاه لوحده بعيد عن طارق خالص، طارق مش سامع الكلام، طارق بعيد عننا خالص مش سامع اللي احنا هنقوله أصلا. أنا أقول يا كريم لازم تعترف بالجريمة اللي حصلت، ده طارق الناحية التانية عمال يعترف عليك وعمال يقول اللي حصل كله، فلو أنت ما اعترفتش وهو اعترف أنت هتشيل الليلة لوحدك وهتاخد 20 سنة، وهو هنديله سنة كده أو نطلعه براءة. لكن لو انت اعترفت الموضوع هيقل كتير، وعدد السنين اللي هتاخدها في السجن اقل، ويمكن سنه ولا سنتين وتخرج. ورحنا سايبينه وماشيين، ورحنا رايحين لطارق وقلنا له نفس الكلام بالظبط، خلي بالك يا طارق، كريم الناحيه التانيه عمال يعترف عليك وانت كده هتشيل الليله لوحدك وهتخش السجن 20 سنه لو انت ما اعترفتش وهو كده بيعترف عليك، ومن الاخر انت كده خلاص عمرك كله هتقضيه في السجن، فاعترف افضل وتاخد لك 3 4 سنين وإن شاء الله تخرج بدل ما تلبس 20 سنة لوحدك. وسبناه وخرج. كل واحد دلوقتي عمال يفكر أعمل إيه، أعترف ولا ما أعترفش. هي دي الجيم. الجيم بتبقى عبارة عن جيم between two players أو أكتر، ممكن يبقى أكتر من two players. كل player قدامه strategies ممكن يختار واحدة منهم. أنا بقى عايز أوصل لإيه في الجيم ثيري دي؟ انا عايز اعرف الجيم ده لو اتلعب مليون مره بنفس الظروف دي، بنفس البلايرز، بنفس النمبرز، لو اتلعب مليون مره هل الريزلت او الفاينل انسر اللي هما هيوصلوا له هيختلف ولا لا؟ في جيمز انا هبقى عارف الجيم ده لو اتلعب 100 مره الريزلت كل مره هيكون ايه، هيتفقوا هما الاثنين على حاجه كل مره هيختاروها. ده اللي انا عايز اوصله. هل في حاجه اسمها ناش ايكوليبريم؟ يعني في نقطه هيتقابلوا فيها هم الاثنين، ودايما الجيم ده لو اتلعب مليون مره المليون مره هتكون نفس الريزلت ولا لا؟ والفاليو بتاعت الجيم بكام؟ يعني لو انا اختاره هيختار رقم كام يعني؟ طيب دلوقتي انا وسبت كريم وسبت طارق زي ما اتفقنا، واديتهم ارقام. ايه الجيفن دي يا شباب؟ الارقام دي النمبرز دي عباره عن ايه؟ دي النمبر اوف ييرز هيقضوها في السجن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي كريم قدامه تو استراتيجيز، كونفس او نو كونفس، يعني يعترف يا ما يعترفش، ونفس الكلام طارق، يا كونفس يا نو كونفس، يعني يعترف يا ما يعترفش. خلي بالكم يا شباب البروبلم دي مينيمايز. يعني ايه مينيمايز؟ يعني كل ما النمبر يبقى اقل كل ما يبقى افضل، يعني دي عدد سنين هيقضوها في السجن، فاكيد كل ما الرقم يبقى اقل يبقى افضل. يعني ممكن تيجي ماكسمايز او ممكن تيجي ماكسمايز، يبقى وقتها كل ما النمبر يبقى اكبر يبقى افضل. البروبلم دي مينيمايز. طيب دلوقتي لو كريم اعترف وفي نفس الوقت طارق اعترف، كل واحد فيهم هياخد 8 سنين سجن. بصوا يا شباب السال دي مقسومه كده بلاين زي ما انتم شايفين كده، انا عامل لها كده اكزامبل، دايما النمبر اللي فوق ده هيكون لطارق والنمبر اللي تحت هيكون لكريم. يعني السال دي هنا كريم هياخد 8 سنين سجن وطارق هياخد 8 سنين سجن، ده لو هما الاثنين اعترفوا. كريم بقى لو ما اعترفش نو كونفس وطارق اعترف، كريم هياخد 20 سنه عشان هو طبعا ما اعترفش،
وطارق عشان هو اعترف هنخفض له الموضوع لوان يير. ده كل ده جيفن يا شباب، احنا لسه ما حلناش. انا بفهمك اللي بيحصل يعني. لو كريم اعترف وطارق ما اعترفش، كريم عشان اعترف هياخد 1 year وطارق عشان ما اعترفش هياخد 20 years. لو هما الاثنين ما اعترفوش كل واحد فيهم هياخد 3 years. انا لبسهم بقى اي قضيه، هما الثلاثه هما الاثنين وياخدوا كل واحد 3 سنين. جميل. انا عايز اعرف ايه بقى، انا عايز اعرف هل في حاجه اسمها ناش ايكوليبريم ولا لا؟ يعني ايه؟ كمان شويه هنفهم موضوع الناش ايكوليبريم ده. طيب انا همسك الجيم دي هقسمها على مراحل. هاخدها الاول من ناحيه البلاير اللي هو اسمه كريم، وهشوف كده تفكيره هيوصل بيه لايه. وبعد كده هاخد بلاير اسمه اللي هو اسمه طارق، وهشوف هو تفكيره هيوصل لايه. طيب دلوقتي يا شباب كريم بيفكر، انا بعد ما اتكلمنا معاه سيبناه ومشينا وقعدنا نقول، هو دلوقتي عمال يفكر عمال يقول يا ربي اعمل ايه، هل انا اعترف ولا ما اعترفش. طيب هو بقى عنده استراتيجي بيفكر بيها. هو بيقول دلوقتي لو طارق اعترف انا اعمل ايه. هيقسمها سيناريوز كده يا شباب. هو دلوقتي بيقول كريم اللي بيفكر يا شباب، البلاير كريم اللي هو في الرو ده هو اللي بيفكر، بيقول لو طارق اعترف انا اعمل ايه، ايه الافضل لي، اعترف زيه ولا ما اعترفش. طيب فهو معنى ان هو اختار الاستراتيجي دي ان هو متوقع ان طارق يكون عملها، يعني هو مش شايف السيناريو ده خالص. السيناريو ده حاليا مش في دماغه. خلاص كريم اعترف، طارق اعترف عليا انا اعمل انا ايه. دلوقتي كريم قدامه حاجتين، يا يعترف هو كمان وياخد 8 سنين سجن، يا ما يعترفش وياخد 20 سنة. مين أفضل له، 8 ولا 20 سنة؟ أكيد 8. يبقى كريم في حالة أنه بيفكر وبيقول لو طارق اعترف أنا أفضل لي أنا كمان أعمل إيه؟ أنا كمان أعترف، لأن 8 أفضل من 20. فأنا هعمل سيركل على ال 8 دلوقتي. يعني قرار كريم لما طارق لعب استراتيجي نمبر 1 او اعترف، هو كريم افضل له ان هو كمان يعترف. جميل. طيب دي كده من ناحيه استراتيجي نمبر 1. كريم برضو قاعد بيفكر بيقول طب افرض طارق اصلا ما اعترفش. يبقى كريم دلوقتي يا شباب بيفكر ان طارق ما اعترفش ومش شايف السيناريو ده خالص. انا بحاول امشي معاك واحده واحده. فدلوقتي كريم بيقول لو طارق ما اعترفش انا ايه افضل لي، انا اعترف ولا ما اعترفش زيه. لو انا اعترفت وهو ما اعترفش انا هاخد سنة، ولو انا ما اعترفتش هاخد 3 سنين. طب سنة افضل لي ولا 3 سنين افضل لي؟ اكيد سنة. يبقى اكيد سنة احسن من 3 سنين. يبقى كريم بيقول لو طارق ما اعترفش انا افضل لي ان انا كمان ايه اعترف، لان انا لو اعترفت هيبقى وقتها سنة افضل من 3 سنين. فانا هختار 1، هعمل سيركل على النمبر 1. طيب كريم كده خلاص فكر بما فيه الكفاية ووصل للقرار. انا هرجع له كمان شوية. نرجع بقى لطارق. طارق دلوقتي بيقول حاليا، دلوقتي يا شباب اللي بيفكر طارق، طارق بيقول لو كريم اعترف يعني لعب استراتيجي نمبر 1 انا اعمل انا ايه. يعني من الآخر طارق مش شايف الاستراتيجي دي خالص دلوقتي. طارق بيقول لو كريم اعترف أنا أفضل لي أعمل إيه؟ هل أنا أعترف أنا كمان ولا ما أعترفش وأخد 20 سنة؟ يعني لو اعترفت هاخد 8 سنين، ولو ما اعترفتش هاخد 20 سنة. 20 أفضل ولا 8 أفضل؟ أكيد 8 سنين أفضل من 20 سنة. فأنا هعمل سيركل على 8، وبعد كده هقول طارق بيفكر ان هو بيقول لو كريم لعب استراتيجي نمبر 2، يعني مش شايف، او طارق دلوقتي مش شايف استراتيجي نمبر 1. كريم طارق هو اللي بيفكر بيقول لو كريم لعب كده انا اعمل ايه، لو كريم ما اعترفش انا افضل لي اعترف واخد سنة ولا ما اعترفش واخد 3 سنين. اكيد طبعا سنة افضل من 3 سنين، يبقى اكيد اختار ال 1، هعمل سيركة على نمبر 1. طيب نشيل بقى كل الحاجات دي ونشوف ايه اللي حصل دلوقتي يا شباب. هل في حتة هما الاتنين هتلاقي في السال بتاعتهم سيركل مع بعض؟ يعني هنا مفيش غير سيركل واحدة، هنا مفيش غير سيركل واحدة، او هنا مفيش اصلا، هنا مفيش غير سيركل واحدة، هنا في تو سيركلز. يعني معنى كده ان هنا في اتفاق. الحتة دي يا شباب ما
بنعمل عليها كده دايرة وبنسميها ناش إيكوليبريم. يعني إيه ناش إيكوليبريم؟ يعني لو الجين ده اتلعب مليون مرة، في المليون مرة هما الاتنين هيختاروا إن هما يعترفوا. طيب ليه؟ يعني عايزين نفهم، احنا خلاص فهمنا إن هما عشان هما الاتنين في نفس السل بقى في دايرتين كده، فعرفنا إن في ناش إيكوليبريم. طب ليه برضه؟ مش قادر أفهمها. طيب تخيل معايا كده، كريم لو اعترف، ايه البدائل اللي قدامه؟ ايه عدد السنين اللي هو هيقضيها في السجن؟ يا 8 ده الماكسيمم، يا سنة. طيب لو ما اعترفش هيقضي كام سنة في السجن؟ يا 20 سنة يا 3 سنين. يعني الماكسيمم 20 سنة يا 3 سنين. شايف هنا في ايه؟ في ريسك عالي جدا. هيقضي 3 سنين في السجن يا 20 سنة، هيقضي عمره كله. لكن هنا يا سنة يا 8. هنا أسوأ سيناريو 8، فمش وحش، وأفضل سيناريو سنة. لكن هنا أسوأ سيناريو 20 سنة، وهنا أحسن سيناريو 3 سنين. فأكيد إن هو يعترف أفضل مليون مرة من هو ما يعترفش. فأنا بفكر في نفسي دلوقتي، أنا أقضي من سنة ل 8 أفضل لي، ولا أقضي من 3 ل 20 سنة أفضل لي؟ أكيد طبعا أقضي في السجن من 1 ل 8 أفضل لي. فعشان كده الجيم ده لو اتلعب مليون مرة هيعترف. ونفس الكلام لطارق، هو عنده 8 or 1، ده لو هو اعترف، ولو ما اعترفش من 3 ل 20. طبعا كارثة كارثة 3 ل 20، وطبعا أكيد مش هيختار إن هو ما يعترفش. طيب وهكذا يطلع يقول لي، طيب ما هما الاتنين ما يعترفوش وياخدوا ال 3 سنين، وده أفضل لهم هما الاتنين. ده امتى؟ ده لو هما متفقين. وقتها كده خلاص ما بقتش جيم. انا لو انا وكريم، انا وطارق متفقين ان احنا لو اتقبض علينا ما نعترفش احنا الاثنين، يبقى خلاص كده ما فيش جيم ثيري. دي كده بقى وقتها ده اسمه الاوبتيمال انسر، ده البيست انسر. احسن حاجه ان هما الاثنين ما يعترفوش هما الاثنين. ايوه بس دلوقتي هما اصلا مش متفقين، وانا مش واثق في طارق، ما يمكن طارق ضغط عليه وفعلا اعترف عليا. ليه قال بس انا 20 سنه؟ ففي خلي بالك في فرق كبير بين الاوبتيمال انسر، وفي فرق بين ناش اكوليبريم. اوصل الاوبتيمال امتى؟ لو احنا اصلا متفقين، وقتها ما بقتش جيم. وقتها احنا كده اصلا متفقين قبل ما نلعب، قبل ما نخش في الجيم دي مع بعض احنا اصلا متفقين. فما بقى انا دلوقتي حاليا مش بكمبيت، انا حاليا انا متفق معاك، انا متفق ان احنا قبل ما نلعب احنا هنختار الاستراتيجي دي. فوقتها ما بقتش جيم. يبقى لازم تبقى فاهم ان في فرق بين الاوبتيمال انسر، وفي فرق بين الناش ايكوليبريم. ناش ايكوليبريم ده هنوصل لها امتى؟ لو احنا بنكمبيت بنتنافس، لو احنا اصلا ما نعرفش القرار بتاعك ايه، لو احنا اصلا ما اتفقناش. طيب دلوقتي انا هجيب لك فيديو نفس القصه بالظبط، بس مشروحه في شكل فيديو كده يعني كرتوني كده بنمبرز مختلف. احاول كده يعني، والله بحاول ابسط لك الدنيا مش اكتر. يعني احنا النهارده ان شاء الله هنقعد نتفرج على فيديوز كده عشان يعني نفهم الدنيا في شكل اكزامبل يعني. طيب طبعا هنا we have a natural equilibrium, both players will choose to confess. وفهمنا ليه. طيب نتفرج بقى على الفيديو ده. Most real world situations are not zero sum games with a clear optimal choice. In a zero sum game, both parties have a preferred outcome. They want to win and there are no doubts. In reality, things are different. There typically isn't a universally accepted solution or a dominant winning strategy. A non-zero-sum game is different because it allows participants to choose whether they want to cooperate or to compete. Remember, the two players can have... زي ما انتم شايفين دلوقتي، انا يا كوبريت يا هتعاون معاك يا هتنافس معاك يا كومبيت. دي فكرة الجيم، انا كومبيت. لكن لو انا هكوبريت خلاص يبقى كده ما بقتش في جيم. طيب نكمل. Have common and opposing interests at the same time. The most classic example of a non-zero-sum game is the prisoner's dilemma. Here, two players must decide what they will do, and the outcome for both depends on their own actions. So, we have two criminals arrested, suspected in a robbery. Police officers hold the two criminals in different interrogation rooms and offer them the following options. If one of them confesses the crime and the other one doesn't, the one who's confessed walks away free,
while the other one receives a 10-year sentence. If both confess, they will receive a 5-year sentence each, and if neither one confesses, they will both walk away free. Okay, so this is how the typical non-zero-sum game with two players looks like. At first sight, it appears the situation in which the two prisoners cooperate and do not confess is a clear optimal strategy, right? زي ما انتم شايفين يا دلوقتي بتتكلم ده الاوبتيمال انسر. طبعا هما لو الاثنين متفقين كل واحد مش هيعترف لو اتقبض علينا اكيد ده افضل سيناريو ليهم ان هما يقعدوا زيرو ييرز. لكن هل هما متفقين؟ لا. وهل انا واثق في اللي قدامي؟ هل انا متاكد ان اللي قدامي فعلا هيعمل ده؟ ده حرامي زيي ونصاب وممكن يبيعني، فانا ليه اغامر بحياتي؟ فخلي بالك لو انا هكوبريت يبقى خلاص هو ده الباس انسر. بس انا دلوقتي حاليا اكيد معرفش، مش واثق في اللي قدامي ومش متفقين اصلا، فهدور على ايه؟ على افضل سيناريو ليا انا. فدلوقتي هعمل ايه؟ هكمبيت، هنافس اللي قدامي، هشوف ايه افضل سيناريو ليا انا، ماليش دعوه باللي قدامي. However, please remember the two prisoners are held separately, so they wouldn't know the decision of the other party until they make their own. It becomes very dangerous trusting the person in the next room with 5 or 10 years of your life. If a prisoner confesses, then the worst that can happen is being sentenced to 5 years. But if he doesn't confess, he may end up in jail for 10 years. Or even better, if he confesses and the other prisoner doesn't, he walks away free. Communication is not allowed. What do you think ought to happen? John Nash, the famous Nobel Prize winner portrayed in the movie A Beautiful Mind, came up with a solution known as Nash's equilibrium. He proved that if a player in the context we described earlier has chosen a strategy and other players can't benefit by changing their strategies, then we would have an equilibrium. In the prisoner's dilemma, if one of the prisoners confesses, he would face a 0 or a 5-year sentence. That's much better than facing 0 or 10 years of prison, right? Yes, the optimal global solution is to deny confessing. However, given that... I'm sorry. اللي حصل. In the prisoner's dilemma, if one of the prisoners confesses... دلوقتي زي ما انتم شايفين كده هو بيقول دلوقتي ان افضل له يعني ان هو يعترف لان 5 سنين افضل، يعني اسف، من 0 لـ 5 افضل من ان هو ما يعترفش، والريسك بتاعها من 0 لـ 10. يعني يا لو هو كمان ما اعترفش زيي 0، بس لو انا ما اعترفتش هو اعترف 10، في الحاله دي انا هقضي 10 سنين سجن لوحدي. لكن هنا في السيناريو ان انا لو اعترفت، لو هو ما اعترفش هاخد انا 0 years، وفي الحاله الثانيه لو هو اعترف زيي هناخد 5. ف 0 و5 افضل من 0 و10، فشيء طبيعي ان انا هفضل انا اعترف. دي نفس الفكره بس بجانبيز مختلفه. He would face a 0 or a 5-year sentence. That's much better than facing 0 or 10 years of prison, right? Yes. The optimal global solution is to deny confessing. However, given that prisoners cannot communicate, they will choose a solution optimizing their own utility. In our next lesson, we'll provide an example of how game theory and Nash's equilibrium can be used when analyzing a business case. Thanks for watching. Most real-world situations... انا بس كنت بحاول كده اوضح لك الموضوع وشكله يعني بشكل كده فيديو، فيعني تحس ان الموضوع شكله احسن يعني او افضل يعني. طيب هناخد اكزامبل تاني كده.